بسم الله الرحمن الرحيم. طلابي وحبايبي طلبة تالتة إعدادي، وحشتوني جدا، وبقدم لكم الفيديو الخاص بيونت 3 بارت 2. ركز مع بعض كده، يلا بينا. احنا عندنا هنا حبايب قلبي، ركز كده معايا. احنا عندنا يا سيدي lessons 3 and 4. الكلمات بتاعته بيقولك ايه؟ بيقولك loger loger loger. يعني ايه يا مستر؟ يعني شخص بيأجر، شخص يؤجر غرفة في منزل اسمه loger. شخص او ساكن او نزيل بيؤجر غرفة في منزل. عندي tenant. tenant بقى يعني مستأجر بيأجر منزل يعيش فيه، يؤجر منزل كي يعيش فيه، ده اللي اسمه تيننت. يبقى الفرق ما بين لوجر وتيننت، لوجر بيأجر غرفة بيعيش فيها، أما تيننت مستأجر طبعا، والمستأجر ده طبعا بيعيش في بيت أو عايز يأجر بيت عشان يعيش فيه. كلمة جريت معناها يا مستر؟ معناها ويلكم. جريت يعني ويلكم، يرحب، أو سي هالو، سي هالو أو ويلكم يرحب. عندي كلمة جرافيتي. جرافيتي يعني ايه؟ كتابة ورسومات على الحائط. كتابة ورسومات على الحائط اسمها جرافيتي. بنش اللي هو المقعد الثابت. كلمة كايندنس بتديك معنى حسن المعاملة او عطف او طيبة. طيب نركز بعد كده. احنا عندنا بعد كده الكلمات زي كوميونيتي سنتر، مركز خدمة المجتمع، فود ماركت اللي هو سوق المواد الغذائية. عندي ماترز. ماترز يعني أمور أو شؤون. فاكتوري مصنع. كلمة كوميونيكيت يتواصل، وبيجي معاها حرف الجر ويز، كوميونيكيت ويز يتواصل مع. ميديا وسائل الإعلام اسمها ميديا. كلمة ريسبكت يا مستر يحترم. عندي كلمة توبيك موضوع. ويكنس. ويكنس يعني ضعف. فرنيتشر أثاث أو عفش المنزل يعني فرنيتشر. سترينجر. سترينجر يعني غريب. كلمة تاون هول مبنى البلدية. لوكال راديو ستيشن محطة الإذاعة المحلية. ليفليتس منشورات أو كتيبات. نيجي بقى هنا لميتنز اللي هي الاجتماعات. نوتس بورد لوحة الإعلانات، يبقى اجتماعات ميتنز. عندك لوحة الإعلانات نوتس بورد. كلمة داركنس ظلام. عندك بيزنس يعني أعمال تجارية. بليزنت. بليزنت يعني لطيف أو ممتع أو صار. كلمة سولتي مالح. عندي كلمة experience خبرة أو تجربة حياتية. healthy meal وجبة صحية. imagine يتخيل. كلمة calligraphy فن الخط. sweetness العزوبة أو الحلاوة بتاعة الشيء. posters ملصقات. local newspaper جريدة محلية. social network services خدمات شبكة التواصل الاجتماعي. كلمة join معناها ايه يا شباب؟ معناها ينضم او يلتحق به. طيب يا مستر تعالى قرأنا بقى الديفينيشن، انت قلت لنا في السنتر انتوا بتقروها وانا بشرحها لك في الفيديو. اولا كلمة tenant يعني مستأجر. someone who pays money to live in a place، شخص ما بيدفع فلوس مقابل انه يعيش في مكان. طب كلمة paid مدفوع يعني gave money اعطاء الفلوس مقابل العمل. loger ساكن او نزيل. someone who pays to live in a house واحد بيدفع فلوس عشان يعيش في مكان او في بيت. greet يحيي او يرحب به يعني say hello او welcome معناه يرحب او يقول hello. graffiti رسوم على الحائط يعني pictures drawn رسومات مرسومة. on public walls على الجدران العام او على الاسوار العامة او الحوائط العامة. كلمة community مجتمع. a group of people مجموعة من الناس living بتعيش in the same place في نفس الايه
المكان. هيدلز عناوين رئيسية, a title at the head of a page, العنوان الرئيسي في صفحة أو في section of a book أو في قسم في كتاب, عند festival مهرجان, an organized set of special events, هي أحداث مميزة أو خاصة زي مثلا الميوزيكال performances, العروض الموسيقية. طيب دي كده الجزء الخاص بالديفينيشن. نيجي بقى للجزء الخاص بالسينونيمز والانتونيمز. يا مستر لو سمحت اقرا لنا السينونيمز والانتونيمز. احنا عندنا كلمه ويل, سليم او معافى او بصحه جيده, تمام كده. عندي بقى هنا معناها جود او فيت, عكسها ان ويل او ال, مريض. وفي عندك برضو سيك ممكن تيجي بمعنى ايه, مريض. عندك يا سيدي جريت يحيي, يعني ويلكم او سي هالو, عكسها اجنور يتجاهل. عندك ريمبر يتذكر, يعني كيب ان مايند, عكسها فورجيت ينسى. عندك فيل يفشل, يعني مس او فول, عكسها باس او سكسيد يجتاز او ينجح. عندك بيد مدفوع الاجر, يعني سالاريد. وعندك ريوردد, عندك عكسها فري مجانا. كلمة نويزي صاخب أو مزعج, يعني لاود, عكسها كوايت أو سايلنت. ركز معايا, بليزنت صار أو لطيف, يعني نايس أو جود, عكسها أنبليزنت غير صار. كلمة كايند طيب أو عطوف, يعني فريندلي, عكسها أنكايند. تمام كده يا شباب. نيجي للبريفكس والسفكس. خد بالك الواي دي, خد بالك النس دي بتعمل ايه, بتكون الاسم. يعني بقولك ويكنس ضعف, داركنس ظلام, كايندنس طيبة. نيجي بقى هنا الواي بتعمل ايه يا مستر, بتكون الصفة زي هابي تايدي انجري. عند حركة الاي ار بتعمل ايه يا مستر, بتكون اسم الفاعل زي سترينجر. نيجي بقى لليو ان بتعمل ايه, بتديك عكس الكلمة unpleasant, unwell. تمام. ودي طبعا حبايب قلبي الافعال بتقراها كده وتراجعها كويس جدا. يعني هنا انا هقول لك على التعبيرات اقراها كويس جدا, بس هقول لك على اهم حاجه ممكن تركز عليها زي كلمه دونيت دي. كلمه اولا دونيت, خد بالك دونيت, دونيت يتبرع, دونيت فود تو بيبل, يتبرع بالطعام للناس. خد بالك من شو كايندنس, يظهر العطف. خلي بالك من كوميونيكيت ويز, يتواصل معه. روح للناحية التانية هتلاقي حضرتك give me a call, يتصل بيا. خد بالك من have, بتيجي مع experience, عنده خبرة. pleased to meet you, سعيد بلقائك. social networking sites, مواقع التواصل الاجتماعي, دي بتعتبر مهمة جدا. بعد كده حضرتك بنبدأ نحل الأسئلة اللي جاية على الجزء ده. عايزك كده بالراحة كده تستمتع بالحل. بص يا باشا, مينز معناها ايه؟ سيد هالو انه قال اهلا, يبقى ايه؟ جريتد حية, جريتد حية. طيب مين هنا معناها سي هالو تو سامون, انك تقول هالو لحد, يعني ترحب بيه, يبقى برضو جريت. حضرتك بيقول لك مينز معناها جيف ماني, تدي فلوس, فور ورك, مقابل عمل سامون هاز دان, يعني واحد بيعمل حاجة فبياخد عليها فلوس, فبتبقى حاجة بأجر مدفوعة, يبقى بيد. عندك بعد كده means بتعني someone pays to live, واحد بيدفع عشان يعيش in a house, في بيت, فده اسمه ايه؟ ده اسمه tenant. tenant اللي هو مين؟ المستأجر. حضرتك عندك means بتعني someone who pays to live in another person's house, واحد بيدفع عشان يعيش في بيت واحد تاني اللي هو lodger. لوجر برضو يعني ساكن او نزيل, لوجر. كلمة kind يا مستر يعني طيب, لها نفس معنى, has the same meaning of. طبعا kind معناها ايه؟ friendly. الاتنين معنى واحد, kind و friendly. طيب بعد كده is an important event, حدث كبير جدا ومهم, with lots of activities, به أنشطة كثيرة, و beautiful shows, اللي هو اسمه ايه؟ المهرجان, festival. festival اللي هو ايه؟ المهرجان. نشوف كده حبايبي رقم 10 بتقول ايه. بيقول لك هنا او ان نقط, اذا بيرسون, شخص, هو بيز رنت, بيدفع فلوس فور روم عشان ياجر غرفه ان هاوس, ده اللوجر. لوجر شخص بيأجر غرفه في منزل. بعد كده رقم 11 او ان نقط, اذا بيرسون, شخص, هو بيز رنت, بيدفع الايجار عشان يقعد في بيت,
ده اسمه ايه؟ ده اسمه تيننت، المستأجر. بعد كده حبايب قلبي رقم 12، when he didn't pass the test، لما هو ما اكتس الاختبار حس بايه؟ انه disappointed. يعني ايه مستر disappointed؟ يعني محبط. رقم 13 a او n a is a small area، منطقه صغيره، and the people living in it، والناس بتعيش فيها، اللي هو اسمه ايه بقى؟ اللي هو الكوميونيتي او المجتمع. بعد كده حبايب قلبي نكمل، بيقول لك السؤال رقم 14، تامر از ان اوت بيرسون، شخص ايه؟ هي هيلب بيبل فور ناثينج، بيساعد الناس بلا مقابل. يبقى الشخص ده شخص ايه؟ شخص كايند. طيب اكيد طبعا. اور ايه؟ عايز يقول لك جارنا بيكون فريندلي، جيراننا بيكونوا فريندلي بيبل. يبقى اور نيبرز، جيراننا، ار فريندلي بيبل، ناس فريندلي. رقم 16 بيقول لك he has a، عنده ايه؟ in using sign language، في لغة الإشارة. فهو عنده ايه في استخدام لغة الإشارة؟ عنده أكيد experience، يعني عنده أكيد خبرة في استخدام لغة الإشارة. رقم 17 people should، الناس ينبغي ان هي تتبرع بالفلوس و بي الطعام to help those in need، لمساعدة المحتاجين. يبقى donate، خد بالك الفعل donate يعني يتبرع. رقم 18 I was disappointed، أنا كنت محبط. When I saw bad إيه؟ لما شفت bad graffiti، الرسومات موجودة على الوولز، الجدران of the school بتاعت المدرسة. أول ما شفت الجرافيتي اتضايقت جدا. رقم 19 He is a worker، هو عامل في إيه؟ عامل في factory، في مصنع. I always a my friends by saying hello، أنا بحيي أصدقائي بأن أنا بقول هلو، يبقى جريت يحيي. نيجي بقى للي بعد كده، synonyms and antonyms، ركز كده معايا. the synonym، المعنى من كلمة جريت يحيي يعني يا مستر، ما دي تنفع ودي تنفع، يبقى أنا أختار A و B. طيب paid مدفوع الأجر و free مجانا، يبقى ما بينهم إيه؟ ما بينهم antonym تمام، ما بينهم opposite تمام، يبقى A and B. بيقول لك the word welcome، كلمة welcome بتكون الانتنم أو المضاد من كلمة إيه؟ كلمة welcome يرحب، هي عكس كلمة ignore يتجاهل. نيجي بعد كده السفكس والبريفكس، بيقول لك هنا احنا بنضيف السفكس إيه عشان نكون النون أو الاسم من كلمة kind، فاحنا طبعا بنحط ness kindness. رقم 25 احنا بنضيف ness عشان نجيب الكلمة weak نحولها او نكون منها النون او الاسم، اللي هو طبعا ايه؟ يعني بيقولك احنا بنضيف ness لكلمة weak عشان نكون منها الايه؟ النون او الاسم اللي هو weakness. وانت بتضيف ness لكلمة weak اللي هي صفة عشان تكون ايه؟ weakness، وتبقى ايه؟ noun اسم. تمام؟ مش انت هنا كلمة ويك ايه؟ حط لها يلا نس، تبقى ويكنس ضعف، يبقى ده ايه؟ اسمه ناون اسم. ذا بريفكس ايه؟ بيديك الاوبزيت او العكس من كلمة بليزنت، هيبقى انبليزنت. تمام كده؟ نكمل يا حبايبي. هنا بقى النوتس بيقول لحضرتك ايه؟ there are many ايه on the internet، اكيد طبعا many websites، في مواقع كتير على الانترنت بتتعامل مع الإديكيشن. بيقول لك هنا 28 it is important to، بحط مصدر، من المهم ان انت تشارك في الافكار مع الاخرين، يبقى شير. عندي بعد كده 29 English is the best language، يعني افضل لغة to not with others، to communicate with others. رقم 30 many products، العديد من المنتجات، العديد من المنتجات have a to give us information، بيبقى فيها leaflets كتيبات. عندك بعد كده بيقول لك I used a marker، انا استخدمت الماركر اللي هو زي ده قلم السبورة، to write some notes، عشان اكتب بعض الملاحظات on the، طبعا هكتبها على الوايت بورد. نركز مع بعض حبايب قلبي. بيقول لك طبعا القطعة الصغيرة دي احنا برضو عايزين نتدرب عليها كويس. بيقول لك هنا warmly وهنا fill وهنا have وهنا pinch was falling وعندي give. نركز كده مع بعض. one day ذات يوم I was walking، انا كنت ماشي along the pavement،
بطول الرصيف وانصدم لي فجأة. I fell to وقعت على the ground الأرض. A young woman سيدة صغيرة أو شابة saw me شافتني and greeted me ورحبت بيا warmly رحبت بيا جامد يعني. She encouraged me شجعتني to sit down إن أنا أجلس on a طبعا هجلس على إيه؟ على bench يعني مقعد ثابت and not arrest and have arrest. طبعا التمرين ده كله بيعتمد على الكلمات، كل الانجليش بيعتمد على الكلمات، مشكلتكم حضراتكم بتجيلنا السنتر كله مش حافظ الكلمات. الكلمات دي اللي تخليك تحل جرامر، الكلمات دي اللي تخليك تعرف تعمل باراجراف، الكلمات اللي تخليك تعرف تحل قطع، مش هتعرف تعمل حاجه من غير الكلمات اصلا. احنا عندنا هنا along وعندي interested وعندي evolution وعندي along وعندي is going وعندي are going. تمام كده؟ لما اقول لك we need more trees احنا محتاجين اشجار كتير. A few of us القليل منا ماله بقى؟ القليل منا are going to plant هيزرع some trees بعض الأشجار ماشي؟ هيزرعها فين؟ along عبر أو بطول along the streets بطول الشوارع. I will reduce يعني ده هيقلل طبعا ايه البولوشن التلوث and also encourage وهيشجع more visitors visitors اللي هم الزوار اكتر to come ان هم ييجوا to our town. Who is interested مين بيكون interested يعني مهتم بي joining our project بمشروعنا. نشوف القطعة اللي بعد كده بيقول حرك هنا anything اي شيء anything اي شيء furniture اساس المنزل meal وجبه to give وعندي giving وعندك nothing. بيقول لك one day ذات يوم my neighbor جاري said قال we have nothing ما عندناش حاجه to eat ان ناكلها in the house في البيت. I tried انا يعني حاولت ان انا to give ان انا اعطي here اعطيها some money بعض الفلوس. I can't take this هي قالت كده but we have something that لكن هي تناولت بعض ولكن احنا كان عندنا بعض الاشياء that we can sell نقدر نبيعها. Can you help us ممكن تساعدنا so عشان كده I sold some of their old books بعت بعض الكتب القديمة and a and furniture و فرنيتشر العفش او الاساس. I give the money to her وديتها الفلوس and she was able to cook a healthy وطبعا ساعدتها هي كانت قادرة على انها تطبخ ايه a healthy meal وجبة صحية. كده نبدأ بعد كده نركز على الجرامر. الجرامر هنا كان عندنا قاعدة going to وقاعدة going to احنا شرحناها في السنتر وحلينا الاسئلة دي عليها وإن كنت في جوست مينت كده أحاول إن أنا أرجعها لك على طول. بص يا سيدي قاعدة going to بتتكون من am ثانية واحدة بص يا سيدي قاعدة going to بتتكون من am أو is أو are زائد going to زائد الانفينيتيف مصدر الفعل ده تكوين الفعل am او اذا وار going to انفينيتيف بنستخدمها لما الاقي كلمه intend ينوي او intention نيه بنستخدمها لما الاقي كلمه decide يقرر او decision قرار بنستخدمها لما الاقي بلان يخطط مع الخطط والقرارات والنوايا المستقبليه كمان قلنا انها بتيجي مع التنبؤ بدليل زي ما قلت لك ايه اتس كلاودي الجو مغيم اتس جوينج تو رين هتمطر وكمان بتيجي مع افعال او شكت على الحدوث يعني حاجه خلاص هتحصل زي واتش اوت احترس يور كار از جوينج تو كراش عربيتك سوف تصطدم. نرجع تاني للبي دي اف بتاعنا ونشوف lessons 5 and 6. بص هنا هنقرا كلمات lesson 5 and 6 وقلنا
ان احنا محددين كده حاجات معينه زي قلنا يلخص دي احنا خدناها سامرايز. قلنا برضو هابينس اللي هي سعاده. قلنا تورست اتراكشن جذب سياحي. كونكلود معناها يختم. وبعد كده برضو اخترنا كلمات من المربع الثاني. قلنا في الكلمات دي ريبير معناها يصلح. ادالت بالغ او راشد. خدنا برضو انتروديوس يعني يقدم شخص. انتروديوس. قلنا برضو كلمة ريزالت يعني نتيجة. وقلنا كلمة سوتابل يعني مناسب. وقلنا كلمة كاسل معناها قلعة. والتي سايلنت. اكستشينج معناها يتبادل. ورحنا للعمود الثاني قلنا ان كلمة انفايت يعني يدعو او يعزم. عندي كلمة بيلدر معناها عامل بناء. عندي كلمة ويند سيرفينج ركوب الأمواج ودي نوع من الرياضات المائية. كلمة اكسترا إضافي. بليجر سعادة أو بهجة. أتراكت يجذب. وديسبلي يعني يعرض. وقلنا الباقي طبعا نقراهم كويس جدا لكن دول هنركز عليهم قوي. وطبعا بنقرأ التعريفات كويس جدا وبعد كده بنروح مع بعض للسينونيمز والانتونيمز. ركز معايا. عندي كلمة correct معناها صحيح يعني right. عكسها يا مستر incorrect غير صحيح أو wrong خطأ. عندي كلمة start يعني يبدأ معناها begin. طبعا عكسها finish ينتهي أو عندنا end. عندي كلمة formal رسمي مهمة أو الكلمة دي على فكرة. formal رسمي يعني official اللي هو معناها رسمي. عكسها informal غير رسمي. كلمة اكسترا اضافي يعني additional. عكسها main او basic يعني اساسي. كلمة suitable ملائم او مناسب. appropriate يعني مناسب. appropriate برضو معناها مناسب. unsuitable غير مناسب. نيجي هنا الهابينس سعادة يعني joy فرح. بنجر سعادة. سيبك من elation ابتهاج دي. عندك عكسها sadness حزن. helpful مساعد او مفيد يعني useful. عكسها helpless او useless مش مفيد. poor فقير يعني needy محتاج. عكسها rich غني او wealthy ثري. نيجي المقاطع البداية والنهاية كانت بسيطة خالص. ال ly بيكون الادفيرب او الظرف بتاعي زي فيرست لي اولا. عندك ان بتدي عكس الكلمه زي انفورمال يعني غير رسمي. نكمل مع بعض حبايب قلبي. طبعا هنا عندك في اللانجوج اكسبريشنز بتقراها كويس. اقول لك برضو على بعض الحاجات اللي انت تاخد بالك منها. يعني مثلا لما اجي اقول لك ايه اهم حاجه نركز عليها عندك كلين اب ينظف. عندك ممكن decide to يقرر أن وبيجي على طول وراها مصدر. give reasons for مهمة جدا. عندك بقى أهم واحدة work on a project يعني بيعمل على إنجاز مشروع. نبدأ بعد كده ده جايب لك بقى قاعدة in addition برضو عايز أرجع لك عليها بسرعة عشان تبقى كده الدنيا واضحة معاك. بص يا سيدي احنا خدنا في السنتر in addition وقلنا in addition في حاجة بتسويها اسمها further more. in addition او further more يعني بالاضافة الى ذلك. بالاضافة الى ايه ذلك. بيجي قبلها جملة وبيجي بعدها ايه جملة. زي ما قلت ايه علي بليز. علي بيلعب فوتبول. علي بيلعب كرة القدم. in addition او further more بالاضافة لذلك. he plays هو بيلعب ايه تنس. تمام كده. طيب عندي بقى هنا في حاجة بتيجي في اول الجملة او في النص اسمها in addition to. in addition to. in addition to بالاضافة الى. بيجي وراها حاجة من اتنين يا اما noun اسم زي ما قولك in addition to football ده كده noun اسم او verb ing زي ما قولك playing football. تمام كده. وطبعا الناحية التانية بيروح الراجل جايب لك ايه جملة علي بليز ايه بليز تنس. تمام كده. يبقى خلي بالك in addition to noun اسم بيجي وراها noun اسم او verb plus ing.
في حاجة تانية خد بالك، اللي هي روابط التناقض. عندك but معناها ولكن، بس حط قبلها كومة. عندك however لو جت ال h small ومع ذلك، بيبقى قبلها كومة وبعدها كومة. عندك بقى لو however ال h جت capital، فانت بتحط قبلها في الستوب وبعدها كومة، معناها ومع ذلك. تمام؟ زي ما اقول علي is rich، علي بيكون غني، but however ومع ذلك he is sad، هو بيكون حزين. نرجع بقى تاني للبي دي اف الجميل بتاعنا ونكمل. بص حضرتك، هنبدأ مع بعض كده بالراحة. نقط help us بيساعدنا to take rubbish from river. مين اللي بيساعدنا عشان ان احنا نشيل القمامة من الريفر؟ الفولنتيرز، المتطوعين. number two is bad for، يعني ضار بي الانفايرومنت، البيئه، اكيد الربش، القمامه. رقم ثلاثة، نقط means to summarize، يلخص، اللي هو ايه؟ conclude، يختم او يلخص. بعد كده يا مستر عندنا the state of feeling happy، حاله السعاده بتتسمى happiness، سعاده. عندك بعد كده رقم خمسة، means بتعني make short or sum up، يعني بتعمل اختصار او تلخيص، اللي هي اسمها يا شباب اسمها summarize، يلخص. نيجي بقى بعد كده بيقولك ايه؟ I have worked hard، انا اشتغلت بجدية. I need a rest، انا عايز بقى راحة، اشتغلت بجدية يبقى انا محتاج ايه؟ محتاج راحة. بيقولك we get a from bees، بنجيب ايه من البيز؟ النحل، بنجيب منه العسل، اوعى العسل، يبقى هنا الهاني اللي هو العسل. بيقول لحضرتك بعد كده our ايه؟ اكيد جارنا، اللي هو our neighbor جارنا is very friendly، بيكون ودود، and honest man، رجل امين. بعد كده بيقول لك I was walking along the، طبعا انا ماشي بطول الرصيف، فبيفمنت رصيف وسايد ووك رصيف، فانا هاخد بي وسي. نيجي بعد كده if you are a please contact us، لو انت حضرتك مهتم اتصل بينا، يبقى هنا interested. عندي بعد كده رقم 11 we are going to get some a، يعني احنا يعني هنحضر some a to repair the walls، مين اللي بيصلح الجدران والحوائط؟ البيلدرز، عمال البناء. رقم 12 I saw a message، انا رأيت رسالة. on the a، طبعا هنا on the notice board، على لوحة الاعلانات، by the front door، في الباب الامامي او بجوار الباب الامامي. رقم 13 we should drink، المفروض بنشرب ايه؟ اكيد fresh water، مية نقية. بعد كده synonyms والantonyms، بيقولك write is the synonym، بتكون مرادف لكلمة، اكيد correct. write و correct ما بينهم ايه؟ synonym، صح؟ يعني ايه synonym؟ هما synonyms يعني ايه؟ يعني مترادفات. نيجي بقى هنا الopposite، العكس من كلمة official. official رسمي، عكسها ايه؟ informal، غير رسمي. يلا بينا شباب مصر الحلوة، البريفكس والصفكس، اوعى البريفكس والصفكس. عشان نجيب العكس من كلمة formal، فاحنا بنضيف informal. رقم 20 عشان نجيب العكس من كلمة suitable، suitable مناسب، بنضيف البريفكس ايه؟ unsuitable، غير مناسب. نيجي بقى هنا بيقول لحضرتك the adjective، الصفة calm، ممكن تبقى adverb، ظرف، وانت بتضيف لها ايه؟ الواي. نركز كده مع بعض في language notes والexpressions والprepositions. احنا عندنا بيقول لك هنا خد بالك new projects، المشروعات الجديدة، طبعا بتوفر فرص عمل للشباب، فهنا provides تنفع وsupplies تنفع، فهيبقى B و C. عندك هنا بيقول لك رقم 23 he works as a doctor، بيعمل كطبيب in a big hospital. 24 I would like to invite you to my sister's wedding، عايز اعزمك على حفل زفاف اختي، يبقى كلمة invite يعزم. What is the result؟ ايه النتيجة بتاعت الإجزام أو النتيجة بتاعت الامتحان؟ I got the best mark، أنا جبت أحلى نتيجة. Our teacher، مدرسنا بيكون great، مدرستنا بيكون great woman، سيدة رائعة. She always encourages، بتشجعنا، to do better. Pleased to meet you، أنا سعيد بلقائك.
He doesn't smoke تنفع any more او any longer. يعني لما اقعد ادخن any longer او any more على الاطلاق فهاخد A و B. لما اقول I don't smoke any longer او any more يعني ما بقتش ادخن على الاطلاق. I don't play in the street anymore any longer. I don't eat meat anymore any longer. بقيتش اكل لحمة خالص على الاطلاق بسبب الفلوس. I don't eat meat any longer او any more. I don't meet my best friends any longer any more. قاعد انا اصور لكم في الفيديوهات فدلوقتي اصبحت ما بقابلش اصحابي. I don't meet my friends any longer any more. any longer او any more على الاطلاق. بعد كده 29 زي played well هم لعبوا كويس. طبعا هنا هي ما ينفعش اقول لذلك هم خسروا لان هم خسروا. وهنا ما تنفعش عشان هنا في كوما يبقى هنا بط. ولكن بعد كده بيقول لك in addition to بيجي وراها verb ing فهنختار visiting. 31 we are proud to meet you احنا فخورين ان احنا قابلناك to meet you. باشا مصر احنا كده تمام قوي. عملنا فيديو المرة دي بشكل سريع جدا. انا عايز اقول لكم على مفاجأة كبيرة جدا. الفيديو ده اصلا انا صورته قبل كده ولكن باظ. فعشان كده يمكن انا النهاردة جيت تحس يعني وده هيبقى سبب ان الفيديو نازل لك الاسبوع ده متأخر شوية. انا لسه طبعا عايده تاني دلوقتي بعد يوم مهلك من الشغل وبعد ما صورت مراحل كتيرة. فالحمد لله ان هو اتعمل بالشكل دوت. انا والله اتبسطت جدا ان انا بقدم لكم هذا العمل ويا رب يجعله في ميزان حسناتي. واستأذنكم بالدعاء لوالدتي بالرحمة والمغفرة ويا رب اكون افدتكم مع مستر محمد الجندي ذا ليجند. قبل بس ما اقفل الفيديو ان شاء الله كده احنا خلصنا يا اولاد شرح الوحدة التالتة وبكده نكون خلصنا نص المنهج. استعد الأقوى مراجعة إن شاء الله إن شاء الله. استعد الأقوى مراجعة هلملك الوحدة الأولى والتانية والتالتة كلمات وجرامر وهندرب على كل حاجة لأن طلاب ذا ليجند دايما فوق. طلاب مستر محمد الجندي غير أي طلاب في الدنيا. إن شاء الله مجهز لكم مراجعة جامدة جدا يا رب تعجبكم. طلاب ذا ليجند فوق. شكرا لكم.